law be any more of our. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا من فعل المؤمن ذلك فهو تقي
كلما جاءه امر من الله اسمع وافعل وقال سمعنا واطعنا وسارع وبادر، ثم قال الله تعالى له لا تفعل اجتنب حرام، فقال سمعنا واطعنا وطبق ذلك كان من المتقين. فاذا سمع منادي الصلاه فلبى، وسمع ناديا ينادي بالزكاه فزكى، فسمع ناديا يامره بما فرض الله عليه فقال سمعا وطاعة ولم يتاخر، هذا هو التقوى. واذا سمع مناد يقول له لا تسرق، لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تؤذي المؤمنين، لا تتهم اعراض المؤمنات لغير ذلك، فقال سمعت واطعت. وسمع منادي يقول له غض البصر، لا تنظر الى الحرام، لا تتبوأ بما حرم الله، فيقول سمعت، سمعنا واطعنا، هذا هو التقي معاشر الاخوه الكرام. فيقول الله تعالى لعلكم تتقون، اي هذا الصيام حكمته ان يوصلكم الى التقوى. اذن المؤمن وهو صائم في نهار رمضان وقائم في لياليه يحاسب نفسه كل يوم، هل وصل الى درجه التقوى؟ هل لما عرضت عليه الغيبه امامه استرسل ام قال اللهم اني صائم؟ هل لما عرضت عليه الفتنه غض بصره وقال اللهم اني صائم؟ هل هل من غير ذلك من الامور؟ اذا الحكمه الاولى ان تصل الى التقوى. ثم ذكر الله بعد هذه الآية الكريمة فصل كيف يصوم المؤمن، قال أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الصيام أيها الإخوة الكرام مر بثلاثة أحوال، مثل الصلاة، حتى الصلاة كما قال ابن كثير وغيره، قال الصلاة مرت بثلاث أحوال. أولا الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يصلوا اجتمعوا فينادي بعضهم بعضا أن نصلي، فإن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، وإن كانوا في أماكنهم اجتمعوا فشق عليهم، فأرادوا أن يجدوا وسيلة لينادوا بها على الصلاة، فبحثوا في كل الأمور حتى كادوا أن ينقصون، ينقصون بالسين اي بمعنى ان يضربوا الناقوس، كانوا ان يضربوا الناقوس كما تفعل النصارى، حتى هداهم الله بتلك الرؤيا المباركه من عبد الله بن زيد، راى في المنام انه يؤذن الاذان المعروف، فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فعلمه لبلال فانه اندى صوتا منك، فلما قام بلال يؤذن جاء عمر بن الخطاب راكبا يقول والله يا رسول الله رايت مثل هذا، فمر في الصلاه بهذا الامر انهم كانوا لا يعرفون، ثم جمعهم الله على الاذان. الحاله الثانيه انهم كانوا في الصلاه معاشر الاخوه الكرام اذا جاء احدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للذي حوله كم صلى صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ركعه فيجيب او ركعتين، فيصلي ركعتين ثم يكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء معاذ بن جبل رضي الله عنه فكان اذا ادرك مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما صلى ثم قضى، فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا مثل ما يفعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. كذلك الصيام مر بثلاث احوال، الحاله الاولى ان الله عز وجل فرض عليهم صيام يوم عاشوراء أيام معدودات، وجاء في الحديث أنهم كانوا يصومون ثلاثة أيام كل شهر، هذا الذي فرضه الله، ثم نسفه الله ففرض عليهم صيام شهر كامل، لكن في صيام هذا الشهر ففدية طعام مسكين، أي من استطاع أن يصوم صام، ومن رفض أن يصوم أطعم عن ذلك يوما وأجزأه، فنسف الله ذلك وفرض عليهم صيام شهر كامل للصحيح المقيم الذي يستطيع. هذه أحوال الصيام كأحوال الصلاة. ثم جاءت الحكمة الأخرى العظيمة التي أيها الإخوة الكرام قد يغفل عنها كثير من الناس، ذكر الله عز وجل سبب
أنه لماذا فرض الصيام لعلكم تتقون، ثم بين أحكام الصيام، ثم وصل إلى هذه النتيجة العظيمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بل ذهب بعض العلم أن سبب أن الله فرض الصيام وأنزله على عباده ليكون لهم طاعة وامتثال لأمر الله وأن يصلوا إلى درجة التقوى، وأيضا أن يتدبر القرآن. من أجل القرآن فرض الله الصيام. لذلك معاشر الإخوة الكرام، لا يذكر الصيام أبدا إلا ويذكر معه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الله عز وجل اختار الشهر العظيم الذي تكون فيه الشياطين مسلسلة، الجنة مفتحة، النار مغلقة، يجد المسلم ما يعينه على طاعة الله، فأمره الله أن يتدبر القرآن. لذلك معاشر الإخوة الكرام، من صام رمضان ولم يلتفت إلى القرآن لم يفهم حقيقة الصيام. لذلك لا ينبغي أن نذكر فضائل القرآن قبل أن نذكر هذه المقدمة العظيمة. القرآن هو منهج الحياة، لذلك أمرنا الله بتلاوته وتدبره في أعظم الشهور على الإطلاق ليكون لك زادا بعد ذلك لجميع الشهور القرآن الكريم. فكيف أنت مع القرآن أيها المسلم الكريم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم أستغفره إنه غفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبالله ثقة وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن معاشر الإخوة الكرام أنزل من السماء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو كان مستقرا في السماء فأنزله الله عز وجل، وهذا يدل على شرف هذا القرآن لأنه كلام الله عز وجل. القرآن تكفل الله تعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانظر مرت عليه قرون وسنين لم يصبه أحد بتزويره أو تنفيذ كتاب الله عز وجل، تكفل الله بحفظه. هذه الفوائد كلها تدعو المسلم أن يقف عند القرآن فينظر في كنوزه. لذلك معاشر الإخوة الكرام، كل الأنبياء لما أوحى الله إليهم وفرض عليهم شرائعهم كلهم صاروا إلى الله عجلا، كما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. فأمرنا الله أن نسارع في كل العبادات إلا في القرآن. لما جاء القرآن قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك، وقال أيضا: لا تعجل به، أي لا تعجل بتلاوته. لماذا؟ لأنك إذا عجلت وأسرعت بتلاوة القرآن سيفوتك المقصد العظيم من إنزاله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تعالى في هذا القرآن العظيم: أنزل الله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه حقيقة القرآن، وأنت تقرأ القرآن تقف عند آياته فتتمعن. لماذا أحل الله هنا وحرم هنا؟ لماذا الله قال هذا ولم يقل هذا؟ هذا هو التدبر. لذلك صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقرأ القرآن أقل من ثلاث. نهى المسلم أن يقرأ يختم القرآن في يوم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنه لا يفقه، أي إذا ركز أن يختم القرآن فقط لا يقف عند آياته وحدودها. نعم تلاوة القرآن فيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا له بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي كل آية منه أجرا.
لكن ليس المقصود فقط تلاوته، ولكن المقصود منه تذكره. لذلك صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة من رمضان يدارس القرآن، يدارس جبريل القرآن كله في رمضان كله، كان يختم على جبريل ختمة واحدة صلى الله عليه وسلم. أما العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل ختمتين. هذا يدل على أن المقصود الوقوف عند القرآن. لذلك أيها الإخوة الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه: أيحب أحدكم أن يرجع إلى أهله فيجد ثلاث خليفات عظام سمان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يحب أحدكم يذهب إلى بيته فيجد ثلاث عنثات سمان عظام كل يوم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لئن يقرأ أحدهم ثلاث آيات في صلاته أحب إلى الله له من ذلك. أي لو قرأ كل يوم ثلاث آيات يتدقق في هذه الآيات، يقف عند حدودها، يعمل بأوامرها، يجتنب نواهيها، هذا أعظم. أن يجد في بيته كل يوم ثلاث أعداد كل يوم أعظم بكثير. لذلك أيها الإخوة الكرام، هذه ليست دعوة أن تقرأ القرآن، ليس بمعنى يقول خلاص أفتان الشيخ، لا، اقرأ وزن ولابس، لكن بتدبر. لا ينبغي أن تختم الختمة وأنت لم تفقه من القرآن شيئا، لا ينبغي أن تختم الختمة وأنت لم يغير القرآن من خلقك شيئا. إن أردت أن يكون القرآن شفيعك يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من هو أصحاب القرآن الذي أثر فيهم القرآن الكريم ووضع فيهم بصمته؟ في كل ختمة يزداد امتثالا لأمر الله، في كل ختمة يزداد قربا من الله، في كل ختمة وتلاوة، وفي كل آية، وفي كل سورة يتلوها ويختمها يزداد تقرب من الله. هذا هو المقصود من تلاوة القرآن. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان شهر القرآن، ومن لم يفقه ذلك لم يفقه حقيقة الصيام. اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يقرؤونه فيتدبرون آياته ويعملون به. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فقاله إلى الجنة. اللهم لا تجعلنا ممن قرأ القرآن فساقه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فكان هذا القرآن شفيعا له يوم القيامة. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم اهدنا لتدبر القرآن والعمل به. اللهم اهدنا لفهم القرآن والعمل به. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم اجعل القرآن منهجا لحياتنا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم رد هذه الأمة، الأمة المرحومة، اللهم ردها إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد القرآن بسوء، اللهم أشغله في نفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم في هذا الشهر العظيم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب والدينا من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا قرآننا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب.
وقوة وعزة وشرف لجميع المسلمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ومؤيدا وناصرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على اليهود الظالمين، وانصرهم على الخائنين يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود، اللهم إنهم طغوا وعتوا في الأرض عتوا، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد، اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذا البلد بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أغلق على أهل هذا البلد ومن فيه، اللهم أردف عليهم الخير العميم والإيمان والسلامة والإسلام يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من الخائنين، اللهم إنا نعوذ بك من أهل السوء والشر يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم احفظنا من كيد الخائنين يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا في السودان، اللهم احقن دماءهم واحفظ ارواحهم واعراضهم. اللهم كن لاخواننا في ليبيا، اللهم اجمع بين كلمتهم واحد بين صفوفهم ول عليهم خيارهم. اللهم كن لاخواننا في الجزائر، اللهم اجمع بين كلمتهم واحد بين صفوفهم ول عليهم خيارهم. اللهم ابلغ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم خذ بايدينا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم البسهم لباس الصحه والعافيه يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك اللهم من الشر كله. عباد الله، ان الله تعالى امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر. والله